دلوقتي على سواتش باليت. سواتشز باليت موجودة مع الكلر والستايل، هكليك عليها وهعملها دراج بره عشان نشوف الاوبشن بتاعتها. السواتشز باليت بتشتغل عن طريق الاي دروب دي، بمجرد ما بتروح عليها بغض النظر كانت التول اللي معاك ايه. يعني انا لو رحت على الريكتانجلر ماركي ورحت على الايمج بتاعتي هتتحول لسلكشن، لكن لو رحت على الكلر سواتشز هتتحول لاي دروب تاني. طيب لو انا رحت على بالاي دروب وخدت سامب، عملت كليك على الار جي بي ريد اللي ظاهر ده وعملت كليك كده، هيحوله لي كفور جراوند كلر. يعني انا كل ما عاوز اغير الفور جراوند كلر هروح اكليك على كلر من دول فيعمل له يغيره كفور جراوند كلر. لو عاوزت اقلب المفروض ان انا ادوس اكس فاقلب الفور جراوند مكان الباك جراوند وابتدي اختار اللون الجديد. تمام. حاجه تانية، انت ممكن بدل ما تاخد الوانك من هنا وتضيفها على الشغل، انت ممكن تاخد لون من الشغل، تمام، عن طريق الاي دروب من هنا، تاخد سامبل من الكلر كده وتروح تضيفه هنا. بمجرد ما اخدت السامبل بتاعتي من هنا ورحت على الجزء الرصاصي، تمام، اول ما هتلك هيديني اللون اللي انا اخترته وجنبه اسم. انت ممكن تضيف اسم مرتبط بالشغل. يعني لو انا دلوقتي هعمل كذا ملف ورا بعض لهم لي اوت واحد، اللي اوت ده كشكل بيتغير لكن كلون ما بيتغيرش، محتاج ان انا احافظ على الاستمراريه بتاعت اللون. فانا ممكن اضيف السواتشز بتاعت الملفات دي اللي هم هيبقوا سيريز واحده، اضيفهم كسواتشز واسيف السواتشز دي، تمام، واتعامل معاهم من ملف لملف. اوكي. بمجرد ما انا ما هكليك هنا بالباكت هقول له اوكي، هيضيف لي الكلر الجديد. طيب الكلر الجديد اهو، بمجرد ما عديت عليه باين لي اسمه، تمام. لو انا عايز الغي الكلر ده هكليك عليه، بدل ما كانت اي دروب هتبقى هاند، هاخده احطه في الريسايكل بان. اوكي. بره عشان نختار كلر تاني مش عن طريق الكلر بيكر، انا لو رحت هنا اوكي واخترت غيرت كده الفاليو دي واخترت مثلا اللون ده وقلت اوكي، بقى ده الفور جراوند كلر بتاعي، تمام. لو رحت عملت كليك هنا هيضيفهولي هو لوحده. يعني كل مره هغير فيها الفور جراوند كلر بتاعي، تمام، انا هغير الفور جراوند كلر بتاعي هقلبه وهضيف الكلر التاني فيضيفهولي كسواتشز. طيب عايز الغيهم، كليك كليك ونسحب على الريسايكل بان. اوكي، نرجعهم للقيمه اللي ابتدى بيها. حاجه تانية موجوده مع سواتشز، ان كل الالوان دي ليها اسماء. طيب عايزين نبين الاسماء دي عشان نعرف نقراها، هنعدي عليهم واحد واحد كده نقراهم مثلا. لا، في اسلوب تاني، ان انت ممكن تكليك هنا فتظهر لك الاوبشن بتاعه الكالر سواتشز، تمام. ممكن تختار منهم سمول ليست او لارج ليست. انا دلوقتي هختار لارج ليست فيطلع لي الالوان اللي موجوده ويحط لي جنبها اساميها. لو انت ده المود اللي انت شغال فيه وبتروح على اي جزء في السمارت في السواتشز، مش شرط ان انت تروح على اللون، هتروح على اي جزء وهتكليك عليه هاخده، تمام. وبرده لو عملت كليك هنا، مش شرط ان انت تعمل كليك على اللون، لو انت عملت كليك هنا وهتعمل له دراج على الريسايكل بان برده هيروح على الريسايكل بان. حاجه تانية، انا دلوقتي هرجع سمول سام نيل. حاجه تانية بس مش هنتعرض لها بتفاصيل كتير، ان في سيتس كتيره من الالوان موجوده في الاوبشن. اوكي، منهم الوان البانتون كولر اللي احنا كنا اتفقنا عليهم،
ومنهم حاجات تانية ان انا قلت لك ان انت ممكن تعمل سيف لسواتشز، يعني انا دلوقتي هحافظ على مجموعة من الالوان بشكل معين وهسيفهم كسواتش، تمام؟ وممكن اعمل لود للسواتش مرة تانية، تمام؟ وممكن كمان ابدل السواتشز بتوعي مع حد بيشتغل على جهاز تاني، يعني انا ابعت له الكالر سواتش بتاعت الالوان اللي انا بشتغل بيها في الملف، عشان هو كمان يحافظ على السيريز اللي هو بيعملها. يعني ممكن انا وهو نكون بنشتغل في مجموعة ملفات واحدة، مثلا بنعمل مجلة، فلازم تبقى الالوان واحدة من ورقة لورقة. هو هيشتغل في اجزاء وانا هشتغل في اجزاء، بس الالوان المفروض تكون واحدة، فانا ممكن ابدل كمان مع السواتشز. الموضوع ده ممكن ياخد وقت كتير، هناخده بشكل متخصص اكتر، تمام؟ وهنسيب السواتش باليت دلوقتي ونبقى نرجع لها بعدين، واشوفك الدرس الجاي.